تخيل أنك عملاق يصنع عالمنا من المكونات الموجودة في خزانته، وهكذا تحصل على مجرة قوس شعاع الشمس لنضعها على بعد 11 مليار سنة ضوئية من كوكب الأرض. والآن لنضيف بعض الضوء ثم الحجم. لقد ضغطت على زر النسخ بالخطأ. كلا، هناك الآن 12 نسخة من هذه المجرة. حسنا، في الواقع لا يبدو هذا السيناريو مستحيلا للغاية إن نظرت إلى صور مرصد هابل الفضائي الحديثة. هناك 4 أقواس غريبة هنا، رقم 1 و2 و3 و4، وهناك نقاط متوهجة على كل قوس. كل نقطة هي نسخة مطابقة من مجرة قوس شعاع الشمس، لذا فهناك احتمالان، إما أن أحدهم صنع 12 مجرة متطابقة تماما أو أنها وهم بصري، ويميل العلماء إلى الخيار الثاني. في البداية لننظر إلى ضوء مصباح في الليل. أترون تلك الدائرة حول الضوء؟ إنها تدعى هالة، وتظهر لدى تكون بلورات الثلج أو قطرات الماء في الهواء. هذه البلورات تعكس الشعاع الساطع من مصباح الضوء مثل عدسة بصرية، ونحن بصفتنا مشاهدين نرى هالة من الضوء الساطع. حسنا، بالنسبة إلى تلك الهالة وصورة قوس شعاع الشمس، فهما تبدوان متشابهتين قليلا، أليس كذلك؟ حسنا، تبدوان متطابقتين حقا، ولكن ما الموجود في برد وظلام الفضاء ويمكن أن يعمل كعدسة لتشتيت الضوء؟ نعلم أن غرضا ثقيلا بما يكفي يمكنه أن يشوه نسيج المكان والزمان. لنأخذ شبكة ضخمة ولنقل إنها الزمان والمكان، والآن لنضع فيها شيئا ثقيلا بوزن أقرب لوزن الشمس. أترون كيف سبب انحناء في الشبكة؟ والآن هناك أنبوب عميق هنا، وأي غرض بجواره سيقع دوما في ذلك الأنبوب. هكذا يعمل نظامنا الشمسي، أغراض صغيرة مثل الكواكب والكويكبات تدور حول الأنبوب مع الشمس. والآن ضع شيئا ضخما للغاية في مركز تلك الشبكة، ثقبا أسود. لقد سبب انحناء في الشبكة لدرجة أننا لا نرى قاع الأنبوب، والآن حتى الضوء لا يمكنه الهرب من فخ الجاذبية. والآن ننظر إلى ثقوب سوداء معروفة، يمكننا أن نرى ذلك في الواقع. إنها تمتص الضوء مثل معكرونة السباغيتي، تاركة بقايا منها على أفق الحدث، ولكنها سرعان ما تختفي. وهكذا يطوي الثقب الأسود الضوء ولا يدعه يصل إلى كوكب الأرض بسبب وزنه الهائل. ولكن إن وضعت شيئا أخف في شبكة المكان والزمان فبالكاد ستحدث أي فرق. نحتاج إلى شيء في المنتصف، شيء يمكنه حرف الضوء دون أن يمتصه، مجموعة من المجرات. لنتتبع العملية من البداية. ها هي مجرة قوس شعاع الشمس، إنها تطلق فوتونات الضوء. هذه الأشعة تسافر ناحية الأرض بسرعات هائلة، بتلك السرعة يمكنك أن تسافر لمسافة 150 مليون كيلومتر من منزلك إلى الشمس في غضون 8 دقائق فحسب. تقابل هذه الأشعة مجموعة مجرات على بعد 4.6 مليار سنة ضوئية من الأرض، وتعمل هذه المجموعة كعدسة، ولكنها تستخدم الجاذبية بدلا من الزجاج المقعر. تنقسم الأشعة وتحيط بمجموعة المجرات من اتجاهات مختلفة وتواصل تحركها تجاه الأرض، وكنتيجة لذلك بالنسبة للمشاهدين تبدو كأقواس من الضوء، كل منها له نسخة ضوئية من المجرة. ولكن أي هذه الاثنتا عشرة نسخة هي المجرة الحقيقية؟ حسنا، ولا واحدة منها، ولكن في ذات الوقت كل تلك النسخ عبارة عن مجرة واحدة حقيقية. فهكذا تعمل الخدع البصرية. وها هي حدوة الحصان الكونية، هذا القوس المتوهج الأزرق في نظام مكون من مجرتين في كوكبة الأسد. نفس الشيء يحدث هنا، الضوء من هاتين المجرتين يعبر خلال عدسة مجرة أخرى تزن حوالي 100 مرة أكثر من مجرة درب التبانة. عدسة الجاذبية ليست جميلة فحسب، ولكنها مفيدة للغاية للعلماء أيضا. هناك الكثير من الأغراض الباهتة والمملة في الفضاء البعيد، ولا يمكننا رؤيتها كلها على تلك المسافات البعيدة، ولكن عدسة الجاذبية تساعد الضوء الخافت على الوصول إلى المشاهد، ومن ثم يمكننا البدء بدراسة هذه الأجسام الكونية البعيدة. على سبيل المثال، مجرة قوس شعاع الشمس هي مجرة قديمة من زمن كان فيه الفضاء مظلما وبلا نجوم على الإطلاق، فقد كان ذلك عصر عودة التأين، قبل حوالي 550 إلى 800 مليون سنة بعد الانفجار العظيم. حينها بدأ ظهور النجوم الأولى، وساعد الضوء الصادر منها على شحن العالم، وبعد ملايين السنوات
اتخذت شكلها الذي نراه الآن. لذا بدراسة مجرات مثل مجرة قوس شعاع الشمس يمكننا فهم كيفية ولادة عالمنا وتشكله. دوائر الأقواس هذه تمثل نوعا واحدا من العدسات، أما النوع الآخر فهو تقاطع أينشتاين. لننظر إلى كوكبة الفرس الأعظم، على بعد حوالي 8 مليارات سنة في ذلك الاتجاه يوجد النجم الزائف المتوهج. هذه هي نواة المجرة النشطة، وفيها ثقب أسود ضخم في المركز. إنها تمتص الغبار النجمي والمواد حولها وتزداد ضخامة وتوهجا. النجم الزائف الواحد يبعث طاقة أكثر ب100 مرة من كل نجوم مجرتنا مجتمعة، كما أنه الجسم الأكثر توهجا في الكون بأكمله، يقدر توهجه بزائد 12.6 وحدة. وفي الوقت ذاته يقدر توهج أكثر نجومنا سطوعا ب1.46. ويمكننا أن نلاحظ كيف ينحني الضوء الساطع من النجم الزائف ويشكل تقاطع أينشتاين. شعاع ضوئي يحلق إلى المجرة على بعد 400 مليون سنة ضوئية من الأرض ويبدأ في الانحراف، ونحن بصفتنا مشاهدين نرى النتيجة عند سالب 4 نقاط متوهجة وعدسة المجرة نفسها في المركز. ربما في المستقبل سيصبح هذا النجم الزائف مجرة ضخمة، وسنتمكن جميعا من مشاهدة ولادتها من خلال هذه العدسة. ونعلم أن حوالي 100 عدسة مثلها موجودة في الفضاء، وتلك مجرات مختلفة بعيدة للغاية عن الأرض وثقيلة بما يكفي لتكسر شعاع الضوء. ولأن هناك حوالي 2 تريليون مجرة في كوننا، فوجود 100 عدسة فحسب يبدو عددا قليلا، وهذا لأن المجرة أو مجموعة النجوم التي تكسر الضوء يجب أن تكون معتمة، فلو كانت ساطعة كنا سنرى ضوءها مباشرة. وحتى مجرة درب التبانة يمكن استخدامها كعدسة. إن كان هناك جنس ذكي بعيدا في الفضاء يسعى أفراده لاستكشاف الكون مثلنا، فيمكنهم توجيه تلسكوباتهم ناحية مجرتنا وسيرون الضوء المنحني من العوالم البعيدة خلفنا. ومن المثير للاهتمام أن جسما صغيرا مثل الشمس يمكنه كسر ضوء نجوم أخرى، ولكنه يكسر الضوء بزاوية صغيرة جدا، لذا بالكاد يمكنك ملاحظة الفارق. وأحيانا يمكنك رؤية نفس خدعة النسخ البصرية هنا على الأرض، ولن تحتاج حتى إلى تلسكوب. يمكنك رؤية 3 شموس في الأفق في الجو المثلج، وهو نفس التأثير الذي يحدث مع بلورات الثلج التي تصنع هالة حول مصباح الشارع، فهي تكسر ضوء الشمس. لذا فإن الهالة المستديرة لها نقطتان متوهجتان على كل جانب من الشمس الحقيقية، وهاتان النقطتان متوهجتان للغاية وضخمتان، حتى أننا قد نظن أنهما نجمين حقيقيين. يحدث تأثير مشابه مع ضوء القمر، يعكس القمر ضوء الشمس إلى الأرض، ولكن البلورات في السحب تكسر الضوء، لذلك ترى نقطتين زرقاوين بجانب القمر نفسه. ولكن بالنسبة إلى عدسة الجاذبية في الفضاء فهي لا تكسر الضوء فحسب، بل تحرف تدفق الزمان أيضا. القواعد بسيطة، كلما كبر الجسم وازداد وزنه يتباطأ تدفق الزمان بالقرب منه. لذا إن وجدت ثقبا أسود عملاقا وإن تمكنت من الوصول إلى مركزه فعمليا سيتوقف الزمان بالنسبة لك. دقيقة واحدة بالقرب من ثقب أسود تعادل أسابيع أو حتى أشهر على الأرض، ولكن الأرض ثقيلة الوزن وتبطئ تدفق الزمان أيضا. يمكنك التحليق بعيدا عن الأرض بما يكفي لتتخلص من تأثير الجاذبية، والآن يمكنك التحرك عبر الزمان أسرع قليلا من أي شخص على الأرض. وهناك شخص واحد على الأرض قام بمثل تلك الرحلة بالفعل. إنه رائد الفضاء الذي مكث على متن محطة الفضاء الدولية لمدة 803 أيام و9 ساعات و39 دقيقة، وقضى 41 ساعة في الفضاء الخارجي. إنه ينتقل خلال الزمان الآن متقدما على باقي سكان الأرض ب2% ثانية. لنعود إلى شبكتنا التي تمثل الفضاء، لنضع الأرض هنا. لقد سببت انحراف الشبكة قليلا فحسب، ولكن ذلك يكفي ليجعل تدفق الزمان في مركز الأنبوب مختلفا عن تدفق الزمان على بعد بوصات قليلة. وهكذا تمكن رائد الفضاء من السفر متقدما عنه.